كيف لنا أن نتفاعل مع الأحداث؟ خلينا نشوف ضيفنا، أكيد هيفيدنا في هذا الموضوع. ضيفنا لهذا اليوم الدكتور زهير خشيم، معالج بالتنويم الإيحائي والعلاقات الأسرية. طبعا التفاعل مع الحدث موضوع هام وعملية مؤثرة بالنسبة للإنسان على الصعيد الفرد، على صعيد الأسرة، أيضا على صعيد المجتمع ككل. طيب بالنسبة لمعنى التفاعل مع الحدث، خلينا ننتقل للدكتور زهير بهذا السؤال ونسأله، إيش هو معنى التفاعل مع الحدث دكتور زهير؟ التفاعل مع الحدث، طيب خلينا نعرف الحدث أولا. لو جينا قلنا ما هو الحدث، الحدث هو موضوع أو شيء خارجي يحدث خارج الفرد، قد يكون مهتم فيه وقد يكون ما هو مهتم فيه. نأخذ مثال، لو جينا قلنا كده مثلا مباراة الكورة، هذه حدث مباراة الكورة، في ناس مهتمين فيها وفي ناس غير مهتمين فيها. لاحظي أن مباراة الكورة حدث بس معروف لدي، إذن في ناس مهتمين وفي ناس غير مهتمين. المهتمين بالكورة هذه حيعمل إيش؟ حيدور على الجدول حق الكورة ويعرف وقتها إمتى عشان يستناها. اللي ما هو مهتم ما حيدور ولا حيعمل حاجة. صح. المباراة بدأت، هنا حيبدأ إيش؟ يتفاعل مع المباراة هذه، إما إنه حيفرح عشان فريقه فاز أو إنه حيزعل عشان فريقه خسر. إذن هنا إيش؟ الحدث هو شيء أو موضوع خارجي خارج عن الفرد. جميل، إذا الإنسان بيتفاعل معه. طب إيش الفرق بيكون ما بين التفاعل مع الحدث وردة الفعل؟ التفاعل مع الحدث وردة الفعل، في عندنا تفاعل وفي عندنا ردة فعل. طيب خلينا نأخذ برضو مثال، عندك مثلا بطولة السباحة، لو جينا نظرنا لبطولة السباحة البطولة ذاتها هذه حدث، بعدين في عندنا الحكم، الحكم بيصفر، الصفارة هذه تعتبر مثير، بناء عليه السباح بينط أو بينقز في الموية. إذا في عندنا هنا حدث السباحة، المثير حقها اللي حصل عندنا سمع الصفارة نط في الموية، جميل. بعد كده التفاعل إيش اللي بيحصل هنا؟ المشاهدين هنا بيتفاعلوا مع الحدث هذا، في اللي بيشجع السباحين واللي بيفرح معاهم، وفي اللي إيش خسر فبيحصل يكون زعلان، يعني زعلان بالطريقة هذه. تفاعل وردة الفعل، الصفارة كانت مثير، رد الفعل إن هو لما سمع الصفارة نطف الموية، المتفرجين هنا هم اللي تفاعلوا مع الحدث. جميل. طيب بالنسبة للتأثير الحدث على الشخص، هل التأثير بيختلف من حدث لآخر؟ وكيف لنا أن نتعامل مع الحدث؟ أحداث صغيرة ممكن تكون بتمر في حياتنا اليومية، وفي أحداث يعني على المستوى الدولي مثلا، أحداث على الصعيد العالمي، أحداث على صعيد المجتمع. صحيح، كلام جميل. طيب خلينا ناخذ المثال، انت سؤالك ايش بيقول تاثير الحدث على الشخص؟ خلينا ننظر لها بالطريقه هذه. احنا الان في الايام هذه عايشين حدث ايش، انفلونزا، اللي بيسموها سوان فلو، اللي بيقولوا عليها ايش، H1N1. طيب الحدث هذا اللي حاصل في الايام هذه ايش اللي بيصير؟ اول ما سمعنا عنه حصل ايش، الناس كلها خافت. شفت التاثير، حدث الناس كلها خافت. كمان لا تنسي الاعلام هنا قام بدور كبير جدا، الإعلام هنا كان مركز على الضحايا الحدث هذا، فعملت رعب وخوف. لكن لو ريت الإعلام لو ركز لنا على عدد اللي إيش أصيبوا بالمرض وشفوا منه، شايف الفكرة؟ صح، كان هيبقى يكون ردة فعل مختلفة. ردة فعل مختلفة. طيب أنا عفوا لقطع كلامك، ولكن في استطلاع معانا، يعني خلينا نشوف الناس بيعرفوا كيف التفاعل مع الحدث، تأثير الحدث ومعنى التفاعل مع الحدث في هذا الاستطلاع، ونرجع تاني لاستكمال الحديث مع الدكتور زهير. هل تعرفين معنى التفاعل مع الحدث؟ التفاعل مع الحدث ممكن التأثر بالتفكير في انك لو مثلا سمعتي حدث ممكن يكون حدث إخباري، حدث مؤلم، ممكن تأثري، ممكن تحاولي تفكري في انك تلاقي إجابة للحدث او تحلي حتى الحدث. بالتالي هو ده معنى التفاعل، التأثر او إيجاد حلول كمان، مش بس التأثر. التفاعل مع الحدث يكون فيه إيجابيات وفي شيء سلبي. الإيجابيات اللي هي تفاعل مع النشرات التوعوية عن الحدث هذا، ومثلا نقول الحدث اللي هو افتتاح جامعة الملك عبدالله، هذا حدث طبعا يكون جديد. لا، على حسب اختلاف الشخصيات، وهو اختلاف التفاعل مع الحدث نفسه، يعني من شخصية لشخصية أخرى بيتغير الحدث وبيتغير التفاعل مع الحدث كمان.
أهلا بعودتكم مشاهدينا. حديثنا كان حول التفاعل مع الحدث، وضيفنا الدكتور زهير أخشيم وهو معالج بتنويم الإيحائي والعلاقات الأسرية. تحدثنا حول تأثير الحدث على الشخص والتفاعل وردة الفعل. دكتور زهير، يمكن كان في واحد في الاستطلاع قال إن الشخصيات بتختلف في التأثير أو التأثر بالحدث، تشايف إيش؟ والله هو أعتقد أنه كان قصده الوعي. هنا مهم جدا الوعي هو سبب التأثير. كيف أنا إيش كون فهمان عن المرض هذا؟ خلينا نرجع للمثال حقنا مرة تانية، قلنا لأنه الإعلام كان مركز على عدد الضحايا ولم يركز على عدد الذين أصيبوا بالمرض هذا وشفي منه. الجماعة اللي الضحايا هذولا إيش سبب أنهم إيش توفوا؟ أولا الإحصائيات بتقول إيش، أنه كانت المناعة عندهم قليلة أو ملخبطة، وكانوا في حالة متأخرة، هذا يعني سبب تم الوفاة. اكتشاف المرض مؤخرا عنده أو هو يعني همله، أو هو تقدر تقول صح. أنه همل المرض هذا اللي عنده، الأعراض اللي جات وهملها، فإما أن تكون المناعة عنده متلخبطة أو قليلة أو هو أنه همله. يا ريت كان الإعلام ركز على الذين أصيبوا بالمرض وشفوا منه. الموضوع كله ما فيه أنه هو حكاية التوعية. إيش بيقول لنا فهمنا وعرفنا أنه قال لك إيش، أنه هي غسل يدينك، و لما تجيك عطسة انتبه للعطسة. هنا لما بتجي للعطسة هذه، إذا كان عندي منديل أنا استخدمت المنديل، طب لو ما عندي منديل إيش اللي حيحصل هنا؟ لو أنا درت وشي كده وعطست، الرذاذ هذا حيروح فين؟ حينزل على الطاولة. لو جاء واحد تاني حط يده على الطاولة نقل الميكروب، مسك وجهه انتقلت له العودة. لكن أنا إيش بقول، أنا بأنصح إيش، لما الواحد جاته عطسة وما معاه منديل، هو ممكن يعطس في كمه بالطريقة هذه، فخلى الرذاذ جاء هنا وما انتشر عليه. شايف التوعية كيف؟ بعد كده بيقول لك إيش، نشرب سوائل، إذا حد درجة حرارتي اختلفت ممكن أروح للدكتور أخذ مخفض للحرارة وأعزل نفسي وما أستخدم مروحة. عارف فائدة المروحة ليش؟ عشان لو عطس الرذاذ ما يطير في الغرفة، يأخذ واحد تاني. إذن هو الموضوع هو الحدث ممكن يأثر عليا إذا ما كان عندي توعية. طيب التوعية مهمة جدا. كيف فيني أتفاعل مع الحدث بطريقة إيجابية؟ التوعية، افهم ايش هو وكيف اتعالج معي. يعني انا سمعت في يعني اذا الاعلام له دور اساسي في الموضوع، بالتأكيد زي ما قلت لك الاعلام خوفنا، ركز كثير على الضحايا ولم يركز، قال لك يا ناس ترى في ناس اصيبوا وشفيوا. الاعلام نفسه خوفنا وما بس فهمنا. هذه يعني هذه حاله على وجه الخصوص، لكن على وجه الحموم نفس الشيء الاعلام كمان له تاثير في كل الاحداث اللي صايره من هو بيقول لك اذا كان سمعت انت كذا نبتعد عن الاماكن المزدحمه، نبتعد عن الاماكن المزدحمه المغلقه وليس المفتوحه. المفتوحه ما عندك فيها مشكله، الاماكن المزدحمه المغلقه. خلينا ناخذ مثال، زي مثلا لو كنا في باص، لو كنا في غرفه مقفوله وفيها انفار كثير عدد كبير، هذه ممكن فيها ايش، فيها مشكله. لكن لو كنا في مثلا في مول، في سوق، مكان مفتوح وفي زحمه، ما عندك اي مشكله. اذا هي صح. الوعي ليش احنا بنساوي كده، ايش الهدف ان احنا بنعمل كده، هي هنا الفكره. وعي، كل ما كنت انا فاهم المرض وفاهم اعراضه وكيف اقدر اتعامل معه، ما في خوف. اذا لابد ان نتعامل مع الحدث بحذر، ولابد لوسائل الاعلام يعني انها تكون حذره في الكلام اللي بتبثه من خلال يعني الكلام اللي بتبثه، سواء مقروءه او مرئيه او مسموعه. طبعا احنا بنتشكر كثير للدكتور زهير خشيم، معالج التنويم الايحائي والعلاقات الاسريه، شكرا جزيلا لك على افادتنا في هذا الموضوع، التفاعل مع الحدث. شكرا لكم. شكرا لك.